ايه يا معلم، الاوردر قدامه 10 دقايق بالكتير وهيوصل خلاص. ولا دقيقه كمان، احنا عايزين نقسم من دلوقتي عشان ما نتخانقش اثناء الوجبه. معلم الوجبه دي عايده عليا انا. انت هتاكل ايه؟ انا هاكل دماغه يا ريس. هاكل دماغ هيرغي يعني يفتح مواضيع كتير ولا؟ لا هاكلها بجد. خلاص بقينا بناكل في بعض يا معلم. هتاكل ايه؟ مد ايدك كده. مد ايدك كده. انا هاكل الايد اللي اتمدت لي يا ريس. طب دي مش اصول، بعد اذنك يا ريس ده ما ياكلش معاكم. تمام يا ريس. وانت هتاكل ايه؟ هاكل بيتزا. تتهزر؟ هتدفع ايه؟ انا هاكل مخ يا ريس. خلي بالك بقى عشان انا غبي. انت بتهددنا يا واد. لا يا معلم العفو، انا بوعيه بس عشان ما اخدش حاجه اقل من اخواته، عشان مخي مش احسن حاجه يعني. تحسب. تحسب ايه يا معلم؟ ده انت لو طلبت عينيها اديها لك. ايه؟ ده مجازا يا معلم، العين مش مقامك. انا سايبك للاخر عشان اعرف انت هتاكل ايه. انا هاكل الانف والاذن والحنجره. انف واذن؟ انت دكتور اطفال يا معلم. هاكل انف والاذن. انا قلت انتوا بتحبوا الدم الخفيف يعني عشان تبلعوا حد. الدم الخفيف يتقسم علينا. طب ينفع يا معلم تسيب لي شويه اهزر بيهم مع خطيبتي؟ انا قلت يتقسم علينا. طب وليه نقسم يا معلم ونتلخبط؟ خلاص الاوردر قدامه ربع ساعه بالكتير قوي يوصل. ولا دقيقه كمان، ده بقى لنا 3 ساعات قاعدين كده. يلا يا رجاله سلام الله. نزل ايدك لو سمحت، نزل ايدك. تا 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 تا. حتى لو الاعلان باظ والاكل راح، فايند هيلب هتوصلك اوردرك فري. نزل فايند هيلب واكتب فايند هيلب 50 وهتاخد 50 جنيه هديه. فايند هيلب، حكايته حكايه.